in 1 minute. يعطيكم العافية أصدقائنا. حنحكي بهذا الفيديو عن التطور الجنيني للقلب لأهمية فهم خطوات التطور الطبيعي قبل الخوض بالآفات القلبية الولادية. في بداية تطوره يأخذ القلب شكل أنبوبي عبارة عن قناة أذينية بطينية واحدة، بعدها بيبدأ بالنمو بشكل غير متناظر مما يؤدي إلى التفافه واتخاذ حجراته لمواقعها تدريجيا، لكن مع ذلك تبقى هالأجواف متصلة مع بعضها بالكامل، ما ينقلنا للحديث عن خطوات تشكل حجرات القلب بالعملية المسمى Heart Partitioning، واللي بتبدأ بتشكل بنى تسمى الوسادات القلبية Heart Cushions، المسؤولة عن تشكيل الحاجز بين الأذينات والبطينات، وبالتالي تقسيم القلب إلى جزء أيمن وجزء أيسر، مع بقاء الاتصال بين كلا الأذينتين وبين كلا البطينين. بنبدأ بخطوات تشكل الحجاب بين الأذينتين، اللي بيبدأ بتشكل حجاب أولي Septum Primum يمتد للأسفل تاركاً فتحة صغيرة أولية Ostium Primum، سرعان ما تنغلق وبيتشكل بعدها ثقبة ثانوية في الأعلى Ostium Secundum، وبيتشكل بعدها كخطوة أخيرة الحجاب الثانوي Septum Secundum، وأيضاً بيترك فتحة بمستوى أخفض قليلاً تدعى الثقبة البيضية Foramen Ovale. بهالمرحلة هالمركب بيعمل بآلية صمامية بتسمح بمرور الدم باتجاه واحد حسب مدروج الضغط، واللي هو بالدوران الجنيني من البطين الأيمن إلى الأيسر. إذن منراجع الخطوات سريعاً، منلاحظ الشكل من كلا المستويين، السهمي على اليسار والإكليلي على اليمين، منلاحظ تشكل الحجاب الأولي، الفتحة الأولية، انغلاق الفتحة الأولية وظهور الفتحة الثانوية، ثم الحجاب الثانوي، الثقبة البيضية، كما نلاحظ اتجاه مرور الدم من اليمين إلى اليسار. ننتقل لتشكل الحجاب بين البطينين المؤلف من خطوتين. أولاً تشكل الجزء العضلي تاركاً فتحة بالأعلى هي الثقبة بين البطينين، اللي راح تنغلق بالخطوة التالية بامتداد الجزء الغشائي للحاجز بين البطينين، وبالتالي الحجاب بين البطينين مؤلف من جزئين غشائي وعضلي، وما في أي فتحات بالحالة الطبيعية. مرة أخرى منلاحظ تشكل كل من الحجاب الأذيني والحجاب البطيني بنفس الخطوات السابقة. بالنسبة لتشكل الحجاب الرئوي الأبهري فهو خطوة مهمة لفصل الدوران الرئوي عن الدوران الجهازي، اللي بيكون بجذع واحد قبل هالمرحلة اسمه الجذع الشرياني Truncus Arteriosus، فبيتم تشكل وسادتين داخل هالجذع، وكل وسادة بتنمو باتجاه الأخرى بشكل حلزوني لحتى نوصل للشكل النهائي للشريانين الرئوي والأبهر المنفصلين عن بعض لكن متجاورين ومتقاطعين بمسارهم. وأخيراً رح نختم بلمحة سريعة عن الدوران الجنيني المميز بعدة اختلافات عن دوران الجسم الطبيعي خارج الرحم. فخلال فترة الحمل تكون رئتي الجنين غير وظيفيتين وما لهم أي دور بأكسجة الدم، وتتولى المشيمة هذه المهمة عن طريق وريد سري وشريانين سريين. فالوريد السري يحمل الدم المؤكسج من المشيمة إلى الوريد الأجوف السفلي ثم الأذين اليمنى، ومن الأذين اليمنى مثل ما قلنا قبل بمر الدم عبر الثقبة البيضية للجزء الأيسر، ومن ثم للأبهر الصاعد لتروية جسم الجنين. أما العود الدموي فبيكون عبر الوريد الأجوف العلوي بشكل رئيسي للأذين اليمنى ثم البطين الأيمن ومنه للشريان الرئوي، لكن بسبب ارتفاع الضغط ضمن السرير الشعري الرئوي بيختار الدم الطريق الأسهل والأقل مقاومة وبيمر عبر القناة الشريانية إلى الأبهر النازل ثم إلى الشريانين السريين ليعود إلى المشيمة. بعد الولادة بتطرأ تغيرات على هي الدورة الدموية لحتى تعتمد على الرئتين بشكل طبيعي لأكسجة الدم، فبترتفع المقاومة المحيطية للجسم وبالتالي بزيد ضغط الأذين اليسرى، وبتنغلق الثقبة البيضية بالتحام الحجابين الأولي والثانوي، كما تنعكس جهة الجريان في القناة الشريانية نتيجة ارتفاع الضغط ضمن الأبهر. تنغلق هالقناة بعد مدة قصيرة. بينخفض أيضا الضغط الرئوي بحيث يسمح بضخ الدم عبر الرئتين وأكسجته، وبالتالي بتتحقق دورة دموية طبيعية. هيك بنكون وصلنا لختام الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا. In 1 minute.